احباب السلام عليكم، ان شاء الله تكونوا بخير، اموركم زينه يا ربي الكريم. الجميله فيها عناصر بالنسبه للتبرمه المغربيه لتصفيه الجسم وازاله الكنف وتوحيد البشره وكل ما يتعلق بجمال المراه. الاحباب، ماء ساخن، ضروري يكون الماء ساخن. بالنسبة لأول مرحلة تنديروه الماء ساخن في كاسرونة، يعني في إناء تيمشي لفوق النار، وتنوجدوا العناصر سهلة، عناصر بسيطة. عندي الخزامة، عندي شوية القهوة، عندي الحلبة، عندي الحنة قديمة أحباباتي، عندي شوية القرنفل، عندي جوج حامضة معصورات، وعندي حامضة كبيرة مقطعة. هذه هي المرحلة الأولى. المهم نديروا هذه المرحلة في كاسرونة. هذا الشيء خاصو يتطبخ مزيان أحباباتي. هنلوحو الحامضة، ها هي، هنلوحو العصير، هنزيدوا العصير تاع الليمون، ها هو، هنزيدوا القرنفل. القرنفل عنده منافع كثيرة، القهوة عندها منافع كثيرة، أنا نقول لكم المنافع تاع كل حاجة. خزامة غنية على التعريف، الحلبة بالنسبة للتصفية، لتصفية الجسم غنية على التعريف، القهوة تا هي تتصفي الجسم وتعطي واحد النضارة وتتعاون على الدورة الدموية بالنسبة للجسم وتتحيد سيلوليت، وفيها الكافيين يعني تتعاون على تجاعيد الجسم وعلى كل شيء، يعني الجودة تاع اللحم، الجودة تاع لابو أحباباتي. هادشي كله هنديرو هنايا، خاصو يتطبخ مزيان. ما نقول لكم يتطبخ، راه هادشي راه خاصو يتطلق مزيان احباباتي، ماشي بالضروره تكون الكميه كثيره السيدات احباباتي، ماشي بالضروره تكون الكميه كثيره، يعني الكميه تكون غير معقوله. هذه المرحله الاولى، راه باقي المرحله اخرى اللي غنزيدوها نخلطوا. المهم ريحه خزامه تبارك الله وما شاء الله، ريحتها زينه. الحلبه ها هي السيدات، بصيداتكم ترقدوا الحلبة ولا ديروا الحلبة مدقوقة. السيدات اللي عندهم قرنفل مدقوق تا هو مزيان، سميتو اللي عندكم الخزامة تا هي مدقوقة مزيانة. المهم اللي عندكم هاد الشيء مدقوق تا هو مزيان، اللي ما عندكمش مدقوق ديروه بهالطريقة وخلوه يطبق على خاطرو مزيان مزيان. تقريبا خاصو يطبخ، انا هنوريكم في الاخر اش هيولي، كيفاش هيولي هاد الخلايط. و الحمد لله احباب، المرحلة الثانية احباباتي العيالات، كما تتشوفوا عندي لون وردي، وعندي الحنة، ها هي حنة جديدة هنايا، الحنة اللي درت قبل راه الحنة حيلة يعني قديمة. وهنايا عندي الطين، البنات اللي ما عندهمش الحنة تستعملوا الطين، الطين معروف فيه مزايا بالنسبة لتنقية الجسم. هنايا عندي مجموعة تاع البودرات، عندي هنايا شوية قليل من العكر الفاسي يعني دم الغزال، عندي هنايا أداد، عندي هنايا العرعار البنات، والخزامة مدقوقة. ثلاثة الحويجات، أداد، العرعار، الخزامة مدقوقة، الخزامة مدقوقة وشوية العكر الفاسي. المهم السيدات اللي في اوروبا اللي ما عندهمش الحنه يستعملوا الطين الابيض عوض الحنه. ها هو عندي هنايا الطين الابيض، وعندي هذا الخليط مصايبه قبل. المهم اهم حاجه هو هذا الخليط عندنا يتطبخ مزيان، يتطبخ باش يعطي القرنفل، يعطي سميتو المفعول تاعو، والحلبه. ومن بعد ان شاء الله هنوريكم المرحله الاخيره. احباب خاصو ضروري يطبخ، ومن بعد نوريكم تتمه تاع الفيديو. كما قلت لكم بالنسبه للسيدات اللي كاينين في الغربه، باستطاعتكم تستعملوا غير الحلبه راه موجوده، القهوه راه عندكم، يعني الخزامه تلقاوها عند القزار حلال، يعني كاينين بزاف البودرات وبزاف الاعشاب وبزاف سميتو المسائل تلقاوهم موجودين في اوروبا. اللي ما عندكمش الحنه باستطاعتكم تعوضوها بالطين الابيض او اي نوع من الطين،
الطين. يعني الوصفه خاصها تكون حتى هي سهله بالنسبه للسيده تاع اوروبا. حبيباتي ضروري يطبخ على الاقل واحد ساعه المقانه بنار مهيله، يبقى يطبخ يطبخوا العناصر باش تكون تبريمه من داك الشيء الرفيع، وتحيد اللي فات واللي بايت، وتنقي الوجه وتنقي الجسم. المهم الخليط اللي وريته لكم ها هو، هنخليها تطبخ ساعه المقانه على نار مهيله، وهنخليها تخمر لاخر تاع العشيه والليل كله. ضروري ترتاح الخلطه الليل كله، يعني الخلطه اللي شفتوها هنستعملها حتى الغدا ان شاء الله. دابا هنخليها تطبخ وترتاح، وغدا ان شاء الله موعدونا مع التبريد. يا حباب واحد الريحه تتحمق، اش منك ريحه خزامه مع قرنفل مع حلبه مع حامض، واحد الريحه ما شاء الله تبارك الله، والله العلي العظيم. وحالفه لكم على صدق حباباتي لهذا الشيء اللي درتو باش حيدت الكحوليه والكنف تاع الحمل، ونقيت وجهي ونقيت لحمي، والقديم والجديد كله تنقى بهالتبريمه. يا سلام واحد الريحه، يا سلام. لحباب بعد ليله العناصر تلقات المزيج والعقد، ضروري احبابتي تخلوها واحد الليله لانها تتكون واحد الفائده فيها مزيانه. المهم كما تتشوفوا هنا سميتو صفيتها، خديت عصرت هذاك الحامض زدته وعصرته، ودرت هذيك الاعشاب اللي خلطت درتها في واحد البواطه تاع البلاستيك لانني هنمشي الحمام. المهم سيدات راه الحمام كاين في فرنسا، كاينين حماحم في فرنسا، تنكرو تنمشو تنتحمحمو. يا هذيك تنعاود نقول لكم احباباتي هاد النوع تاع الوصفات ضروري تعاوديها مره في الشهر باش تعطي فائده مزيانه. حباب التبريمه تاعتنا ها هي واجده السيدات حباباتي، زيدوا شي شويه تاع الصابون البلدي من هاد بغوت غسلو يديك وحركوا. البنات اللي هيمشوا الحمام راه يخدموا بها يزيدوا الصابون البلدي حتى لاخر لحظه، والبنات اللي هيغسلوا في الدار زيدوا الصابون البلدي من تخوع لكم الماء سخون. المهم انا غادي الحمام، غنخلي لكم صندوق الوصف واحد الفيديو مشيت فيه الحمام، درت واحد التبريم واحد النوع تاع التبريمه مركزه فيها على القهوه، على التخت تاع القهوه، البقايا تاع تاع القهوه، لان القهوه زينه بالنسبه سميتو بالنسبه للكنف وبالنسبه للدوره الدمويه وبالنسبه للسيلوليت. المهم اديريها تبقى تسخن شويه، وتخوي الماء عليه كيتشلي، والصابون البلدي المغربي، وارا الصابون البلدي بلا ما تزيدي انا ديجا مديور، والكيس وفركي فركي 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 ليا مع راساتك، وتشوفي شحال تاع الوسوقات يخرجوا. علاش قلت لكم الكميه ما تكونش كبيره باش مره في 15 يوم ديروها، مره في 15 يوم ديروها راه تفرك لكم مزيان اللحم يولي زين. خليت لكم الصحه والسلامه والعافيه، الله يفرحكم الله يسهل لكم الامور.